نطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قرارها بكسر الحصار عن غزة، وإلا فإن من يصمت على هذه الجريمة يشارك فيها. ونحن نحذر الجميع عربيا وإسلاميا ودوليا، غزة قنبلة بارود، غزة برميل بارود، غزة التي يعبث في أمنها ويعبث في اقتصادها ويعبث في حياتها الاجتماعية ويعبث في مخصصاتها ويعبث في كهربائها، برميل بارود. نقول لعباس ولغيره في زمرته: إن أطفأتم كهرباء غزة وإن منعتم عنا الأموال فإننا والله لن نستسلم ولن نركع. لن تكون غزة في بيت الطاعة